مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله وهنحارب معركة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية.